حنا ماشي بياطرة ولا علماء ولا أطباء، ولكن بالفعل ديال التجربة وديال الخبرة في التعامل مع الطيور اكتسبنا واحد الخبرة اللي كتخلينا أننا كنعرفوا بأن الطيور كتحتاج لبعض العناصر وبعض الفيتامينات باش تبقى بصحة جيدة. من بين هذه العناصر هناك عنصر مهم اللي هو الكالسيوم. بقى معنا في هذا الفيديو باش نتعرفوا بشكل مفصل على هذا العنصر اللي هو الكالسيوم. بالنسبه للموضوع ديال اليوم ان شاء الله راه كما قلنا هو الكالسيوم. الكالسيوم راه كيلعب واحد الدور مهم في الصحه ديال الطيور، الطريقه ديال التقديم ديال الكالسيوم، المنافع ديالو، المصادر ديالو، هذا هو الموضوع ديال اليوم باذن الله. تقديم الكالسيوم بانتظام وبطريقه جيده عنده اهميه كبيره في الصحه ديال الطيور، في الانتاجيه ديالها. داكشي علاش حنا كنقدموا هاد المكملات الغذائيه ولا مصادر كتكون غنيه بالكالسيوم باش كنحاولوا اننا كنغنيو الجسم ديال الطائر بالكالسيوم، خصوصا فترة ديال غيار الريج وفترة ديال التجهيز. من المنافع ديال تقديم ديال الكالسيوم للطيور هو نمو الريج والعظام بشكل جيد. كاملين كنعرفوا بان الكالسيوم عنده اهميه كبيره في نمو الريج ونمو العظام بصحه جيده والصحه ديال الطيور. داكشي علاش كنحاولوا اننا نقدموا اغذيه متنوعه كتكون غنيه بالكالسيوم، ولا كنقدموا واحد المكمل غذائي باش كنحاولوا نكملوا الطائر ديالنا داكشي اللي باقي خاصو من الكالسيوم. كذلك كيلعب الكالسيوم دور مهم في فتره ديال الانتاج، وخصوصا بالنسبه للانتاج، لان كاملين كنعرفوا بان الكالسيوم كيدخل في التركيبه ديال البيضه اللي كتحط لنا الانثى، في الشكل ديالها، في الحجم ديالها. داكشي علاش بعض الاناث اللي كيكون عندهم نقص في الكالسيوم كتاخذ من الطاقه ديالها. داكشي علاش بعض المرات راه كيكونوا عندنا خساره ديال الاناث فوق الاعشاش. بعض الاناث ملي كتبيض البيضه الاولى ولا الثانيه ولا كتحصر فيها البيضه كيوقع عندنا مشاكل ديال ان كيضيعوا لنا بعض الاناث. علاش؟ لان كيكون عندهم بعض المشاكل ونقص في الكالسيوم كياخذوه يا اما من الطاقه ديالهم باش كيعوضوه، ولا ما كيكونش عندهم منين غيعوضوه كيؤدي بهم الى الموت. الكالسيوم وكما لا نعرفه راه هو كذلك كيحسن لنا العمل ديال الجهاز الهضمي، الافرازات اللي كيفرز الجهاز الهضمي باش كيمتص وكيستافد من التغذيه اللي كنعطيو ليه. يعني الكالسيوم راه مفيد حتى للجهاز الهضمي ديال الطيور ديالنا. بصفه عامه الاخوان، الكالسيوم كيلعب واحد الدور مهم في صحه ونشاط وانتاجيه ديال الطيور. يعني طائر بصحه جيده، طائر نشيط، طائر يغرد، طائر ينتج بكثره. داكشي علاش تقديم الكالسيوم من الامور المهمه في مجال ديال التربيه ديال الطيور. وصلنا للمصادر ديال الكالسيوم. مصادر ديال الكالسيوم كاين بزاف ديال المصادر اللي كنقدموها للطيور ديالنا باش كنحاولوا اننا كنقدموا لهم الكالسيوم، يا اما بطريقه مباشره ولا بطريقه غير مباشره. من بين المصادر اللي معروفه الاخوان كاين الرمل، يعني رمل البحر ولا رمل ديال الواد، كاين قشور البيض اللي كنطحنوها، كاين سيبيا، عظم السيبيا راه هو معروف، كاين الكريت، كاين الاغذيه اللي كتكون غنيه بالكالسيوم. كاين اغذيه في الحبوب، كاين في النباتات، كاين حتى في الخضر والفواكه. هاد الامور اللي ذكرناها راه هي كلها مصادر للكالسيوم، ولكن بعض المرات ما كتكونش هاد المصادر كتكونش كتقدم لينا داك الاحتياج ديال الطائر. داكشي علاش كنلتجئوا لمكمل غذائي كيكون كيقدم لينا داكشي اللي كيحتاج الطائر ديالنا. بالنسبه للمكمل الغذائي اللي غندوي عليه اليوم ان شاء الله، اللي داخل في السلسله ديال المكملات الغذائيه اللي هو الكالسيليكس. الكالسيليكس الاخوان راه معروف، ديال شركه معروفه ديال فيرسيلاغا، معروف، خدموا به جميع المربين المحترفين كيخدموا به. انا خدمت به واحد المده طويله صراحه. قدر كتكون كتقدم الرمل، كتقدم السيبيا، كتقدم جميع الامور اللي ذكرناها اللي هي مصادر ديال الكالسيوم، ولكن هذا المكمل الغذائي راه كيكمل لك وكيعطي للطائر داك الاحتياجات ديالو اللي ناقصها من الكالسيوم. هذا المكمل الغذائي الاخوان راه على شكل بودر، بودر ابيض، كيدار في الماء وكيدار في الباطي. بالنسبه للطريقه ديال التقديم راه كدار يا اما في 250 مليلتر ديال الماء ولا كدار في 100 غرام ديال الباطي. من الاحسن انا كنقدمه في الباطي، لانه بعض المرات الطيور كتكون في فتره ديال البرد ما كتشربش بكثره، ماشي داكشي علاش كنقدموه في الباطي باش كنحاولوا كنقدموا للطيور ديالنا شي حاجه اللي غتفيدها. هذا هو المكمل الغذائي الاخوان، وبالتجريب وبال
شنقول لكم شي حاجه موثوقه، شي حاجه خدمنا بها على مده طويله، شي حاجه مزيانه. داكشي علاش الاخوان اللي كيسولون على المكملات الغذائيه اللي كنخدم بها، كنحاول انني نشارك معكم المكملات الغذائيه اللي كنخدم بها، من بينها هذا الكالسيوم. الاخوان، وفي الاخير وفي الخاتمه، دوينا بزاف على اهميه ديال الكالسيوم بالنسبه للطيور. اهميه ديال الكالسيوم راه معروفه الاخوان، وضروري اننا نقدموا هذا الكالسيوم، يا اما عن طريق المصادر اللي دوينا عليها، ولا عن طريق المكمل الغذائي اللي دوينا عليه. ولكن ما نساوش بان هذا الكالسيوم ضروري كيحتاج لواحد الفيتامين المهم اللي هو فيتامين دي، خاصو يكون عن الطائر، لان فيتامين دي اللي كياخذوه الحيوانات ولا الانسان كياخذوه من الشمس المباشره، ولا كنعوضوه ليهم بواحد الملتي فيتامين اللي كيكون فيه الفيتامين دي، ولا كيكون غير فيتامين دي بوحده، باش الفيتامين دي لانه هو اللي كيساعد على امتصاص المعادن والكالسيوم للجسم ديال الطائر. يعني الطائر قدر نقدم ليه بزاف ديال الكالسيوم، ولكن ما غيستافدش فيها الا كان عنده مشكل ديال نقص ديال فيتامين دي. نتمنى الاخوان هذا الموضوع واخا راه معروف وقديم وكاين بزاف في المواقع ديال التواصل الاجتماعي، ولكن بغيت نحطو تنايا ونوثقو في الصفحة ديالي. شكرا للإخوان اللي كيتفاعلوا معنا في القناة ولا في الصفحة في الفيسبوك، والسلام عليكم.